زي جراب لا جراب لا جراب يخش على الدماغ على الدماغ لوحدي. ادعوا لقمح يقوم بالسلامة. بيعاني من 4 أمراض خطيرة. عنده نزيف في المخ بسبب غيبوبة السكر. استغاثات من أسرة قمح على السوشيال ميديا. بيطلب من محبي قمح الدولي مشجع الأهلي الدعاء لي إنه يقوم بالسلامة. قمح الدولي مشجع الأهلي المشهور تعرض لأزمة صحية بسبب غيبوبة سكر. تعالوا مع بعض نعرف حكاية قمح وإيه سبب تعرضه لكل ده، هنعرفه على موقع بصراحة. حالة من الحزن سيطرت على محب المشجع الأهلاوي محمد عبد الغني الشهير على السوشيال ميديا بقمح الدولي، وده بعد ما أعلن تعرضه لوعكة صحية. حالة قمح بتسوء بشكل يومي وهو في المستشفى دلوقتي. أسرته قالت إنه عمل أكتر من فحص طبي بعد ما جاله غيبوبة سكر. الموضوع تطور معاه لنزيف في المخ، دخل المستشفى بعدها على طول. قمح الدولي مشجع النادي الأهلي مشهور ووسط اللعيبة وبيروح يحضر معاهم كتير. تعرض لأزمة صحية ودخل في غيبوبة السكر تسببت إن جاله نزيف في المخ. قمح دخل المستشفى وعمل أشعة على دماغه ولسه حالته الصحية مش مستقرة. هو واعي وبيتكلم لكن بصعوبة. الأطباء قالوا إنه لازم يقعد في المستشفى حوالي أسبوع. الدكتور أحمد حسين الشيخ وده اختصاص المخ والأعصاب قال إن النزيف المخ اللي تعرض ليه قمح ممكن يسبب إعاقة أو وفاة، وده لأن النزيف بيضغط على المخ وبيأثر على عظم الجمجمة الخارجي. قال إن من أسباب نزيف المخ الحوادث والإصابات المباشرة على الرأس أو ارتفاع ضغط الدم وأحياناً بسبب الأورام. أسرة قمح قالوا إن دلوقتي بياخد علاجات الجلطة وحالته بقت مش مستقرة وطلبوا من الناس تدعيله. لاعب النادي الأهلي محمود كهربا علق على إصابة قمح بجلطة في المخ وراح زاره في المستشفى، وكان معاه عدد من لاعبي النادي الأهلي اللي بيحبوا قمح وراحوا زاروه في مستشفى العالمين في الساحل الشمالي. نشر كهربا على صفحته الشخصية على الإنستجرام صورته مع قمح في المستشفى وكتب عليها ألف سلام عليك يا قمح، ربنا يشفيك و عافيك، جلطة بالمخ دعوتكم يقوم بالسلامة. أخو قمح الدولي نشر على صفحته الشخصية على الفيسبوك بوست وقال فيه: للأسف الشديد جدا في ناس عندها حقد وغل وعدم الرضا بتبص لقمح أخويا اللي محدش يعرفه، أنا اللي بوريكوا الربع الحلو من حياة قمح. غير كده قمح عنده السكر وضعف في عضلة القلب ودوالي في القدمين، وامبارح في المستشفى العالمين قالوا لي لازم يتعرض على دكتور مخ وأعصاب. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تعليقات من نشطاء السوشيال ميديا على صورة قمح في المستشفى، والكل بيطلب من ربنا إنه يقوم بالسلامة ويتمنوا الشفاء العاجل.